عطاشة تونس، وثائقي طويل للمخرج رضا التليلي بالتعاون مع جمعية نوماد 08 والمرصد التونسي للمياه، يصور معاناة التونسيين من الشمال إلى الجنوب للوصول إلى حقهم في الماء. نشاهد المقطع الترويجي للفيلم ومن ثم نتحدث أكثر عن العمل مع ضيفنا. نتابع. ينضم إلينا مشاهدينا من تونس رضا التليلي، وهو مخرج الفيلم الوثائقي عطاشة تونس. أهلا بك رضا إلى شبابيك والتلفزيون العربي. مبروك هذا الفيلم، لكن لماذا اخترت هذا الموضوع، موضوع المياه؟ لماذا طرحت هذه الفكرة من كما ذكرنا في البداية من الشمال إلى الجنوب والوصول إلى الماء والحق في الماء؟ شكرا على الاستضافة. الموضوع الفيلم هو الحق في الماء، وفي الدستور التونسي الحق في الماء هو حق يعني يتضمنه دستور تونس 2014. ورغم ذلك احنا منذ سنوات توجد تحركات احتجاجية بسبب الماء. مثلا في سنة 2017 تم تسجيل أكثر من 150 حراك احتجاجي، الناس يطالبون بحقهم في الماء. ففكرة المشروع أنه أردنا الذهاب إلى جنوب تونس وشمال والوسط تونس، باعتبار أنه توجد فكرة أنه الجنوب هو فيه شح باعتباره صحراء شح مياه، وشمال فيه سدود. واكتشفنا في طوال هذه الرحلة أنه حتى الناس الذين يسكنون محاذين للسدود، يوجد مثلا منطقة فيها ثلاث سدود هي أكبر سدود في الجمهورية التونسية وتمول كل العاصمة ومنطقة الوطن القبلي، وفي نفس الوقت هناك قرى لا يتمتعون بالماء الصالح للشرب. فبالتالي طيب، هذا الحق الذي هو حق من حقوق الإنسان وبدونه لا يمكن الحديث عن باقي الحقوق. يوجد آلاف من التونسيين لا يتمتعون بهذا الحق. طيب رضا، على ماذا استندت في هذا الفيلم؟ هل استندت على الـ كما ذكرت السدود، العوائل، المشاهد، مشاهد عدم وجود مياه؟ لو أيضا ممكن أن تحدثنا عن الفيلم، عن الفيلم الوثائقي، ما الذي عرضت وكيف استندت من خلال التصوير على هؤلاء؟ الفيلم تمشي في الفيلم قمنا بزيارة المناطق التي فيها مشاكل مياه. وخلال زيارتنا لهذه المناطق كان أردت أن أرى كيف يعيش الناس، واكتشفت أنه المواطنين في تونس لم يعد يطالبوا أصلا بحق في الماء، بل أوجدوا طرق أخرى تقليدية قديمة جدا للحصول على الماء. فبالتالي انا اشعرت بنوع من هذا الياس، وصلني هذا الياس، الناس ياسهم من تحسن الوضع، بالتالي هم اصلا استسلموا ورضخوا لهذا الواقع، وصاروا يجدون الطرق اقل ما يقال عنها انها لا انسانيه للحصول عن الماء. فتخيل مثلا انا في منطقه مثلا رضا، هل عايشت التجربه؟ حيث توجد طبعا وعايشت هذه التجربة مع الناس. هناك مناطق يقطع فيها الماء لمدة شهرين، لا يوجد ماء، هناك مدارس بدون ماء، هناك أناس مثلا في منطقة في قفصة، هناك أناس يعيشون بدون مرارة، أغلب المتسكنين نزعوا المرارة لأنهم يشربون ماء الأمطار وهو ماء غير صالح للشرب.
هناك نساء مثلا ينتظرن ل4 ساعات و5 ساعات للحصول على 20 لتر من الماء في الشمال، وهؤلاء النسوة يبقين يعني من 8 ليلا إلى منتصف الليل، وأحيانا من منتصف الليل إلى 8 صباحا. كل هذه المشاهد أردت أن أنقل من خلال هذا الفيلم أنه هناك، رغم أن هناك شح في المياه، ولكن توجد أيضا مشكلة أخرى في تونس هي التوزيع العادل لهذه الثروة، هو أيضا مشكلة الصيانة، وتوجد مشاكل متعلقة بهذه المسألة في الماء. المشكل ليس فقط شح المياه، ولكن المشكل أيضا يتعلق بكيفية التصرف في هذه طيب الثروة الموجودة، وكيف أنه مثلا هذا المثال الذي وجد منذ الاستقلال، يعني هناك مثال لتوزيع الماء، هو مثال إلى حد ما غير عادل، باعتبار أن هناك آلاف التونسيين لا طيب رضا، يتمتعون بحقهم الأساسي في الحصول على الماء. نعم، يعني صورت يمكن موضوع العدالة الاجتماعية كما ذكرت عنها، غياب هذه العدالة الاجتماعية، عدم تكافؤ الفرص من خلال الكاميرا، وأخذ المشاهد إلى لكي يرى هذه المشاهد. لكن هل تطرح في الفيلم موضوع المياه، موضوع العدالة الاجتماعية، تكافؤ الفرص، أم أيضا تركز على موضوع التهميش، تهميش من قبل الدولة لبعض المناطق وحتى سكان هذه المناطق؟ يوجد مشكل من هذه الناحية في التوزيع العادل للثروة في تونس، ونحن نعتقد أن الشراكة في الوطن هي أيضا الشراكة في الثروة. فالمثال الذي وضع للماء هو معنى توزيع الماء الذي تم إعداده مع بداية الاستقلال في أواخر الخمسينات، وباعتبار أن معناتها السدود الموجودة في الشمال وأمطار الشمال تذهب إلى العاصمة وإلى الوطن القبلي، وتوجد مناطق سقوية، لم يراعي هذه المناطق، فالناس يخرج الماء من مناطق الناس فيها عطاشة. وبالتالي نحن نتساءل عن اليوم، نتساءل عن هذا بعد كل هذه السنوات، لابد من مراجعة هذه الخارطة المائية وإيجاد حلول فعلية بعيدا عن صحيح، الحلول التي يريدون تسويقها الآن، من مثل خصاصة الماء إلى غير ذلك. فهناك مشاكل أخرى، نحن الآن بصدد في تونس بصدد يعني إعداد مجلة المياه، كما تعرف مجلة المياه توجد مجلة من السبعينات، الآن يعاد صياغة هذه المجلة، وبالتالي نريد أن نساهم أيضا من خلال هذا العمل الفني في إثارة النقاش حول هذه المسألة، جميل. وفي إيجاد حلول فعلية بعيدا عن حلول طيب الخوصصة وإعادة بناء سدود إلى غير ذلك، أثبتت مع مرور الزمن أنها ليست الطريقة طيب الأنجع، توجد صحيح. طرق أخرى ممكنة أيضا. طيب رضا، يقال بأنه وضعت الفيلم بقالب عاطفي، هل هذا صحيح ولماذا؟ الفيلم هو الفيلم، كيف اشتغلت في الفيلم؟ لا يوجد يعني توجيه في الفيلم، انا ذهبت الى اناس يعيشون في يومياتهم العاديه وصورت فقط لقطات، ولم اعد اصلا تصوير اللقطات، اردت ان انقل شيء صادق من شمال البلاد الى جنوبها في كل والاحاطه بكل اشكاليات المتعلقه بالماء في تونس. بالتالي الفيلم هو فيلم منحاز لهؤلاء الناس الذين في كل مرة أذهب هناك يقولون نحن طيب بما ليس انك لدينا صوت في الإعلام التونسي، ليس جميل لدينا رضا، صوت، بما انك لا أحد تتحدث عن يستمع موضوع إلينا. بما انك تتحدث عن موضوع الصوت، وصورت كما قلت، صورت المشهد كما هو، نقلت الواقع، هل ايضا نقلت، كنت تقصد من موضوع الواقع، هل هو مثلا عطاشة تونس للماء فقط، ام للحرية، للتعبير، لسماع صوتهم، للتهميش، لتغاضي مثلا الدولة، عدم وجود أي حلول لهم، هل هناك يعني أولت العطش إلى تأويلات أخرى؟ نحن نعيش هامش من الحرية، ولكن في مقابل هذا الهامش من الحرية توجد إشكاليات أخرى، فالناس يتظاهرون للحصول على الماء، فالناس لا يجدون أصلا الماء وينزحون إلى المدن، ولكن في مقابل ذلك لا يوجد اهتمام لهؤلاء الناس، لا تعطيهم الدولة الاهتمام الذي يجب أن يعطى، لأن الإشكالية الماء وراء الماء، وراء هذه الإشكالية بتاع الماء توجد أيضا إشكالية تهميش، توجد إشكالية أخرى هي المركزية، مثلا نتحدث عن الربط بالصرف الصحي، مطالبة الدولة توفير الربط بالتطهير الصحي لكل المواطنين التونسيين،
في حين مثلا مدينه مثل سيدي بوزيد هي مرتبطه بنسبه 18% فقط بالربط الصحي، مقارنه مثلا بالعاصمه اللي هي طيب 90% رضا، بس مرتبطه بالصرف الصحي، وتوجد مناطق نعم اخرى غير مرتبطه اصلا بالصرف الصحي. رضا، عندي حوالي أو أقل من دقيقة، أريد أن أسألك، هل هناك أمل؟ هل تظن بأن أمل، وأنت الذي صورت بسمات وضحكة الأطفال في هذا الفيلم، وهل حركت المياه الراكدة أم لا؟ هذا هو المغزى من الفيلم، هو إثارة النقاش حول موضوع الماء أولا، والتفكير في الأجيال القادمة، ماذا سنترك للأجيال اللاحقة، يعني إذا كنا سنخصخص الماء، وإذا كان الماء الآن تونس مهددة بشح المياه، من أكثر المناطق في العالم المهددة بشح المياه، وفي حين ذلك توجد عيون مهدورة وتوجد عدم تصرف جيد في هذه الثروة الضئيلة التي بدونها لا يمكن أن نتحدث عن أي حق آخر من حقوق التي يتمتع بها الفرد. يجب أن نفكر جميعا في هذا الجيل الذي سيأتي بعدنا، ماذا سنترك له، صحيح. يعني رضا، هل هناك بالتالي أمل أم لا؟ هو الفيلم يتناول أيضا هذا الجانب. نعم يوجد أمل، نحن لدينا شكرا، مجتمع مدني نعم شكرا شكرا، يعني حي ويتفاعل بكثرة، ونرجو أن نتمنى تتضافر ذلك الجهود رضا، لحل ونتمنى هذه هذه المشاكل. الأمل أن تبقى وهذه الضحكات موجودة. رضا التليلي، مخرج طبعا عطاشة تونس الفيلم الوثائقي، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك رضا.